أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات أدت إلى إحداث طفرة في هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات لمقابلة التوسع. وأضاف أن الشركات العاملة في المجال تسهم بفاعلية في تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، وتسعى الوصول بعدد المحطات للتموين إلى 1000 محطة من أجل تحقيق الانتشار الجغرافي للتيسير على المواطنين.